بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بكم، نرحب بجميع الحضور قائمين لهذا العيد التأسيس 70 للحركة الكشفية، للحركة والكشاف والمرشدات في ليبيا. سنقوم اليوم بعيدنا 70 للحركة الكشفية في مواضيع الساحل الغربي، ونحب نقدمه اللي نستطيع عليه. نحب نحيي جميع القادة والأفواج المشاركة لهذا اليوم، فوج المنشية بجميل، فوج جميل، فوج العجلات، فوج زلطن. نحب نشكركم أنتم، وإذا هذا عيدنا 70 حاولوا نقدموا فيه اللي نستطيع عليه، بنحيوه التراث متاعنا، البيت، الحاجات يعني اللي احنا متعودين بها في القديم، حنستعرضها، حنمشوا للكليه، حنشوفوا، حنديروا مسرحيه، حنديروا مجروده، عندنا اغانينا الكشفيه، حنقدموا اللي نستطيع عليه، وباذن الله من تقدم لتقدم، ونسال الله التوفيق. وكل عام ومنتسبين الحركه الكشفيه بألف خير، دمنا فخر لهذا الانتماء. نحيي جميع القاده، جميع الكشافين، كل من شارك معنا اليوم في تاسيس عيدنا 70. مفوضية الساحل الغربي اليوم تقوم بإحياء ذكرى 70 لمفوضية الساحل الغربي. نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومزيدا من العطاء والكشاف طاهر الفكر والقول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا الكشاف يزيد عادل الجدي من فرقة أولى متقدم فوج المنشية. اليوم طبعا مشاركة مفوضية الساحل الغربي في ذكرى عيد التأسيس الكشاف 70، تحتفل اليوم مفوضية الساحل الغربي كل من فوج المنشية، فوج جميل، فوج العجلات، فوج رقدارين، فوج زلطن، ونهني كل كشاف بهذه الذكرى. طبعا مشكور هذه القناة على حضورها اليوم، بارك الله فيكم، شكرا على مجهوداتكم، ونهني كل كشاف بذكرى 70. الكشاف سلام علي قدارة، قائد فرقة أولى فتيان. نود نرحب بكم هنا في مفوضية الساحل الغربي، واليوم ذكرى عيد تأسيس 70 للحركة الكشفية، ونحب نهني جميع المنتسبين للحركة الكشفية كقائدات وكشافين، وبارك الله فيكم على تواجدكم هنا، ومشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كشاف محمد عادل الجدي، مفوضية فرقة أولى فتيان، مفوضية الساحل الغربي. نحب نشكر أي كشاف ومرشدة وأي قائد وقائدة. اليوم نحتفل بعيد تأسيس 70 في جميل، اليوم فوضية الساحل الغربي اللي هي فوج المنشية والجميل ورقدالين وعجلات وسلطن. بارك الله فيكم وشكرا. طب صهيب سالم الخطرشين، فوضية الساحل الغربي فرقة أولى فتيان، فوج فرقة أولى متقدم، فوج الكشاف المنشية. اليوم عندنا برامج كثيرة في كلية الصحة بجميل، عندنا أكثر من بنديروا مسرحية، وعندنا هجوزات وصيحات في كلية الصحة. بإذن الله راح تشوفوا، راح نعرضوا لكم، وراح تشوفوا بعتالي الكشافين مفوضية بالكامل، فوج جميل، فوج المنشية، فوج زلطن، فوج رقدالين، أكثر من فوج، وراح تشوفوا بإذن الله مقدموا. ونحب نحيي الكشافين من كل منتسب للحركة العامة الكشاف مرشدات من جميع المفوضيات ليبيا بالكامل. نحب نحيي الكشافين والكشافات، مرشدات، قادة وقائدات بالذكرى 70 للحركة الكشفية. نحب نحيي قناة الرسمية التي قامت بوجوبها، التي جتنا من طرابلس لمدينة جميل، وبارك الله فيهم جميعا. قائد قاسم عبد الله السوان، قائد فوج كشاف الرقدالين،
انتمائي لمفوضية السهل الغربي. أولا بنقول لك أن احنا مفوضية السهل الغربي في هذا اليوم نحتفل بتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا العيد 70. نتكلم عن المفوضية، المفوضية تضم 5 أفواج بين العجلات زلط الرجالين المنشية الجميل، كل فوج يسعى إلى 5 أعتقد 5 فرق، اللي عند 6 فرق. نفتخر للزهرات للمرشدات، بين منها عندنا فوج لديه الزهرات والمرشدات موجودين معنا، وإن شاء الله بعد قليل حتشوفوهم في الساحة. تأسست الحركة الكشفية حسب علمي وحسب ما انتسبنا نحن في الحركة الكشفية في سابق الزمن، يقولوا النقاط 5 تأسست في 74، وبعدين بعد 74 انتشرنا لأفواج في 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 ربوع المناطق الغربية، وسميت هذه المفوضية مفوضية السهل الغربي. وكما تشاهدين الناس اللي موجودة أمامك والكشافين زهرات وشبال وفتيات موجودين أمامنا، هذم من مفوضية السهل الغربي، وإن شاء الله المزيد من 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 هذه الأنشطة. على بجدير ذكر، إحنا لما حدثت الحادثة في درنا، من صميم عامل الكشاف في الحركة العالمية، من صميم عامل الكشاف في العالم، لابد أن تنادى مع 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 الواقع، لابد أن نطير. نحن مجرد ما تلقينا الخبر بأن درنا أصابت من الله سبحانه وتعالى بمكربة، هذا على الصعيد الشخصي، مبالغ رهيبة وصلت، المعدات الطبية، مواد غذائية، ملابس بصفة عامة، وكانت أفواجنا على جديرة بالذكر، جميل رجالين المنشية، كل فوج من هذه الأفواج الخمسة استغل بجدارة وسخرنا فوجنا احنا، لأن احنا تعلمنا من الحركة الكشفية العطاء، تعلمنا من الحركة الكشفية العطاء وليس الأخذ، نعطي جهودنا أولادنا زي ما ترى أن أولادنا مسخرين جهودهم، ويعني نأكد لك أن في حتى تو الأولاد اللي قدامك اللي هذا موجود في هذا الطرح العظيم، أن حتى الماكلة مكلاش جاي فازع، زي ما فزعنا اللي درنا بسيارتنا الخاصة بأموالنا ببناتنا بأولادنا في لهذا الفزع، وما زال نفزع، وعندنا الأعمال الخيرية اللي قامت بها المفوضية السهل الغربي، عندنا نعمل في افطار صايم على الطريق العام، ندلل في الصعاب امام الاخرين، فيه اللي ما عندهش مياكل، فيه اللي ما عندهش بيشرب، الاعمال اللي يقوم بها صندوق الزكاه سحبها الكشاف، وهذا من صميم عملنا، ونشتغل وماناش مرخيين وماناش مولي التالي لاخر قطره كشفيه عندنا. ونشكر كل الكشافين اللي موجودين امامنا، ولولاهم هم خلفي الان ما كنتش نوقف امام الكاميرا، ولكن بجهود الرجال هنا موجودين، وبارك الله فيكم وشكرا للقناة. شكرا يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نعرف نفسي، القائد احمد حبيب زهمول، قائد الفرقه الاولى فتيان، فوج كشاف الجميل، ومنسق فريق عالم افضل في مفوضيه السهل الغربي. كل عام وانتم بخير بهذه ذكرى الحركه الكشفيه 70، وكل منتسبين الحركه الكشفيه في مناطق ليبيا وربوع ليبيا بأخص المنطقه الغربيه، مفوضيه السهل الغربي تحتفل اليوم بذكرها 70. في هذه اليوم نبارك لكل الكشافين والقاده والقائدات في هذه انتساب هذه الحركة، والحركة هذه حركة تربوية وحركة تطوعية، وحركة مهما نصف لك لها حركة تجري في الدم. احنا كقادة نخدم فيها بكل ما عندنا، تطوع لها ولا ناخذه في فلوس ولا يعطونا في فلوس، احنا نخدم بجهدنا. نوصل رسالتي لكل من منتسبي الحركة الكشفية، كل عام وانتم بخير في هذه الحركة، وان شاء الله نحضر 71%، وعلى خطى الجدود نبنو العهود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا قائد صلاح محمد بوملاسة من فوج كشاف العجلات، مفوض حلقة الشبال مفوضية السهل الغربي. اليوم احنا بتأسيس العيد 70 للحركة العامة للكشاف والمرشدات بليبيا، الحمد لله نحتفل كل سنة بالاحتفالية هذه، وهذا فخر لنا واعتزاز، حاجة نفتخر بها ونحبها، لأن احنا ننتموا للحركة الكشفية، ننتموا لبلادنا، والانتماء متاعنا للكشاف أولا وآخرا اتجاهنا إلى الله إلى الوطن إلى الشعب. الحمد لله اليوم محتفلين في مدينة الجميل
وبالتحديد في منطقة مدينة بلدية المنشية بالذكرى 70 لتأسيس الحركة الكشفية. الانطلاق إن شاء الله بيكون اليوم من الجردينة هذه جردينة البلدية إلى غاية الدوران اتجاه اليمين إلى المعهد الصحي بالمدينة إن شاء الله. شكرا لك وللطاقم المصاحب لكم، بارك الله فيكم إذاعة الرسمية على الجهود المبذولة منكم، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله الكشفية دائما مستمرة بإذن الله، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المهندس مبروك عبد الله بنانة رئيس منظمة التراث زلطم. طبعا العملية هو من لم يكن له ماضي فلن يكون له حاضر ولا مستقبل، فهذه طبعا أشياء مقتنيات تراثية. طبعا أنتم زي ما أنتم عارفين الزير والطبق والغناية هذه في تو في هذه الوقت، فكانت هذه طبعا بالنسبة لما هو كانوا أجدادنا هم يعتمدوا على هذه الاعتماد كلي، وكانت هذه معيشتهم رغم بساطتها ولكن لها طعم وذوق يختلف عن أذواقنا الحالية، لأن كانوا هذا كان موجود. ففيه عدة أشياء اندثرت الآن وأصبحت المواطن أو الجيل الجديد فلا يستطيع معرفته أو حتى لا يعرف حتى اسمه، ولهذا حاولنا أن نحيي أو نربط الماضي بالحاضر حتى يكون فيه صلة بين مقتنياتنا الشعبية الأصيلة وأصالتنا اللي هي طبعا لا يمكن أن نستغنى عليها، اللي هي مستمدة من العروبة والإسلام. نأمل بالنسبة لجيلنا الحالي يجب أن يكون على الأقل الاطلاع على الماضي، ولو بالاطلاع اللفظي أو الدراسة، أو لأننا باعتبار أن في أصبحت كانت في مسميات الآن مستحيلة أنها مازال يعرفها أبنائنا، هذا زي ما أنت عارف بعد دخول التقنية ولا التكنولوجيا فأصبحت اندثرت هذه الأشياء، وحتى هم يجهلوا ما كانوا البيت هذا بيت الشعر التي هو كان المأوى والمسكن لأسرنا، طبعا بوي وبوك وجدي وجدك هذا ما كان هذا المسكن الحديث أو مسكنهم الدائم، فأصبح يتطور طبعا بتطور الزمان والعلم، طبعا أصبح الآن إلى أن نشبه في هذه العمارات الشاهقة في هذا الوقت الحاضر والجيل الحالي. فطبعا فيها أشياء اندثرت، إذا كانت تسأل على بعض المقتنيات أو بعض التراث فلن ولم يذكر لك أي واحد من جيلنا هذه ما هو كان يستعمل ولا ليش يستعمل، اللي هو كانت عصب الحياة في ذلك الوقت. طبعا نشكر إذاعتكم الموقرة التي هي دائما سباقة، وهذا ليس هو بجديد عليكم وهذا وليس هو رمي ورود أو محاباة، ولكن هذه الحقيقة، فنشكركم على مواكبتكم لهذه الأحداث أو للعيد 70 للحركة تأسيس الحركة الكشفية بليبيا، فلكم جزيل الشكر ومنا تحياتنا، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. أنا مسعود خليفة بن قاسم الجدارع، فرد من فراد رواد مفوضية سهل الغربي فوج الجميل، وطبعا اليوم احتفالية بالذكرى 70 لتأسيس الحركة، وإحنا قاعدين في البداية إن شاء الله، وإن شاء الله تنال إن شاء الله تم على خير. أنتم زي ما شفتم بكري درت اللقاء مع التراث الشعبي، طبعا المقتنيات الشعبية
واكيد فيه برامج للكشافه هنا ان شاء الله. قائد من الكشف محمد محافظ البكوش ومفوضيه الساحل الغربي فوج كشاف سلطن، جايين اليوم نشاركوا في الاحتفاليه التي تقيمها مفوضيه الساحل الغربي بمناسبه الذكرى 70 لتاسيس الحركه الكشفيه في ليبيا. قائد بشير الاخضر فوج سلطن مفوضيه الساحل الغربي، قائد حلقه اشبال الفرقه الاولى اشبال فوج سلطن، نحتفل اليوم بتاسيس الحركه العامه لكشف المرشدات في ليبيا العام 70 او العيد 70 للحركه. بهالمناسبه الكريمه نتقدم لكل كشافين ليبيا بالتهنئه وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير جميعا. يعني محضر لنا شيء في هذه الاحتفاليه يعني. اليوم مسير وفي معرض بسيط ومن ضيوف الاهل العزيز، طبعا هو اليوم يمتاز بشيء الاهم في اللقاء هذا انه يلتقوا من اصغر شبل عندنا لاكبر رايد اللي هي المرحله الاخيره في الكشاف. الرواد هذول اليوم الشيبيين الكبار طولة العمر ان شاء الله ربي يحفظهم يتلاقوا اليوم، وهذه الميزه اليوم ان كلها تلتقى الاجيال السابقه المؤسسين والاجيال الجديده ومنهم اللي هم الاشبال والفتيان والمتقدم. ويا ريت نكون يد واحده ويا ريت ننسوا الخلافات ونعيشوا من اجل الوطن وللوطن. ونشكركم انتم كإذاعة الرسمية على يعني اللي لاحظوا فيكم متواجدين في جميع الأنشطة، وهذه يعني فرحانين بكم بصدق، ونسأل الله أن يوفقكم ونعاود ونكرر نسأل الله أن يوحد الليبيين واحد شملنا، لأن الليبيين عائلة واحدة وراي سادنا من الأخير سادنا، ونسأل الله أن يحفظكم ويوفق. تحتفل مفوضية الساحل الغربي للكشافة والمرشدات تضم 5 أفواج، جمال رجدالين زلطن رجدالين المنشية وجميل المركز. طبعا اللي محتفلوا بذكرى 70 لتأسيس الحركة الكشفية بهذه المنطقة، وأنا نعتبر أحد القادة القدامى والرواد بهذه المفوضية. طبعا الدور الكشافة في المجتمع هي دور يعتبر أعمال تطوعية، كثرة الأعمال الكشفية أعمال تطوعية إنسانية كثيرة، بعدين تأخذ فرق أشبال فتيان متقدم جوالة، هذه كل فرقة من أعمار تتعامل من 6 سنوات أشبال ومن 8 إلى 12 فتيان، المتقدم 15 والجوال من 18 إلى 20. بعدين في حلقة جديدة اللي هي حلقة الرواد، هذه تأسيس طبعا جديدة لأن يعتبروا رواد من مؤسسي الكشافة قدامة في الكشافة من 72 و70 و59، ولهذه التواريخ كلها يعتبروا رواد الحركة الكشفية، خبراء في الحركة الكشفية لديهم دور فعال في تربية الأجيال القادمة. الكشاف عبد الله خليفة الشعيبي، دخلت الحركة الكشفية 1965، كنت نقرا في مواصل في دراستي في الإعدادية قسم داخلي في صبراتة. أول فرقة دخلتها عام 65 كانت بقيادة القائد أحمد الكاتب، لازال حي الله يخليه، وبعدها طبعا انتقلنا للدراسة الثانوية في الزاوية، كنت قائد فرق المعهد المعلمين الخاص مرحلة ثانوية، فرق الزاوية على مستوى المنطقة، كانت الزاوية هي المحافظة. وبعدها لما تخرجت من المعهد كنت متوسط معهد الخاصة المعلمين، أسست أول فرقة مع بالتعاون مع مبير أحمد العياد، كان أسس النواة لكشافة لهذه الفرقة، وأنا في عام 72 تأسست أول فرقة. أول فرقة كانت تتبع فوج، لأن أقرب فوج كان في زوارة، تتبع فوج زوارة لكشافة المرشدات، وتدرجت في الحركة الكشفية وحضرت التمهيدية على مستوى الوطن العربي في تونس برج السدرية، ثم الشارة الدولية في لندن في عام 85، والحمد لله لازلنا مازال في العمر البقية في الكشافة ونتمولها. ويرجع الفضل لعلي خليفة الزايدي اللي أسس الحركة الكشفية عام 54، وبعد لا جاء من بيروت من لبنان، بعد أن أسس الكشافة الإسلامية في لبنان أثر طلوعه في 30 عام 1930، لأن الطليان كانوا مستعمرين ليبيا، فهو أبوه وهم قعدوا في بيروت حتى جو 54 أسسوا الحركة الكشفية في ليبيا. بالنسبة إحنا الآن نلتقي اليوم لإحياء ذكرى 70 لتأسيس الحركة الكشفية في فوج المنشية في بلدية هذه وبلدية الجميل، وهذه المنطقة الغربية اسمها الساحل الغربي ومقرها في المدينة هذه توا حاليا. نشعر ان باهتزاز للحركة الكشفية
صدقوني ان الان لا ادخن حتى في العمر هذا، ممنوع التدخين في الحلقه الشيعيه، فانا ما دخنتش بالقدر هذه فائده. حضرت مؤتمرات دوليه، حضرت مخيم عربي في الجزائر الثامن عام 68 اخر سنه ايام المملكه في الوفد الليبي، والحمد لله استفدت منها حتى في الاداره لما تخرجت واشتغلت. حاليا متقاعد، لكن الحركه الشيعيه لا تعرف التقاعد، هي حركه تربويه اجتماعيه، قاعد يعني الحمد لله مع القادة زملائي. وأسست أول فرقة أهلي أنا والأخ مبي، بعدين تأسست بدت أنا مفوض المنطقة الغربية السهل الغربي، والحمد لله واجب علينا نحو منطقتنا وأهلنا في ليبيا. شكرا. اليوم ذكرى إحياء عيد 70 كشافة مرشدات ليبيا، جهزوا لاحتفالية عيد 70. شكرا. اليوم نحتفل بعيد 70 لتأسيس الحركة الكشفية، ونحن شاكرين لكل الموجودين هنا، والحمد لله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في اليوم السبت تحتفل مفوضية السهل الغربي بتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا 70 عاما من العطاء على أخطاء، وكن مكانة مفوضية السهل الغربي على قدم وساق تستعد لهذا الاحتفال. والآن كما ترون أن الفرقة الأشبال وجميع الفرق من فتيان المتقدم والجوالة وقادة على قدم وساق على أن تظهر بجميع المفوضيات ليبيا وعلى نطاق ليبيا بأن مفوضية السهل الغربي قامت باحتفال العيد 70 على مستوى ليبيا، وكان وإن شاء الله يكون الله في عوننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، معكم الكشفي سعيد عادل الكعال من فوج المنشية مفوضية السهل الغربي. اليوم عندنا عيد التأسيس، زي ما تشوفوا هنا عندنا عيد التأسيس في بلدية المنشية، وبإذن الله منطلقين في مسير في مدينة جميل، وإن شاء الله نكونوا في تكونوا معنا وتشاهدونا لحظة بلحظة بإذن الله. إن شاء الله عندنا توا بننطلقوا من بلدية المنشية، بنديروا دورة في جميل وماشيين الكلية هنا، عندنا دايرين هجيز وصيحاتنا وبنغني شوية وبنهجيز نصيحاتنا بنعطوهم. قائد محمد ربعي، وكيل في فرقة ولا متقدم. أول حاجة عندنا مسير طبعا داخل مدينة جميل بيكون، وبعدين عندنا احتفال داخل قاعة كلية الصحة بجميل، وبيكون في عدة كلمات وتكريم للأفواج أكيد بتكون، والمفوض جديد عندنا مفوض كيف شد احنا كيف سلم مفوضية سهل الغربي كذا بيكون عنده تكريم، وإن شاء الله يكون عيد 70 أحسن من الأعياد الفاتة والأعياد الجاية أحسن من عيد 70 بإذن الله. نحتفل اليوم بالذكرى 70 لتأسيس أعرق الحركات التطوعية في العالم، وهي الحركة الكشفية منذ عام 1954 إلى سنة 2024، 70 عام من العطاء من التضحية. كي لا نطيل قادتي
وأبائي الأعزاء أبنائي وبناتي الكشافين. نبدأ في البرنامج العام لهذا الحفل بعد انتهاء المسير الكشفي بالبروتوكول المتبع لدينا في الحركة الكشفية ببعض الكلمات والتكريم وبعض العروض الكشفية. فلنبدأ أولا بكلمة لقائد هذا الحفل قائد نزار الشفاني فليتقدم مشكورا. لمن دواعي سروري أن نلتقي جميعا في هذا اليوم. في هذا اليوم نحتفل جميعا بالعيد 70 لتأسيس الحركة الكشفية. هذه الحركة النبيلة ذات الأهداف السامية خلال 70 عاما من العطاء. 70 عاما والحركة الكشفية في ليبيا تحقق أهدافها التربوية التي أنشئت من أجلها. في هذا اليوم نترحم على أرواح الشهداء في مدينة درنا، ونسأل الله العلي القدير أن يكتبهم من الشهداء ونحتسبهم عند الله من الشهداء. نحييكم قادتنا وكشافين على تلبية هذا النداء. في هذا اليوم كما لا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، ونشكر أيضاً بلدية المنشية وعلى رأسها عميدها السيد محمد غيطة، ونشكر بلدية المنشية على دعمها السيد محمد غيطة على دعمه لهذا الاحتفال، ونشكر أيضاً كلية الصحة العامة بجميل وعميدها السيد العياد العابد على استضافة هذا الاحتفال. هنيئاً لكم بهذه الحركة، هنيئاً لكم أيها الكشافين والقادة بهذا اليوم تحتفلون جميعاً بعيدكم بجميع الحلقات الأشبال والفتيان والمقدم والجوالة والزهرات والدليلات والمرشدات والرواد أحييكم جميعاً تحية طيبة في هذا المساء، ونسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا الحفل يكون حفل جميل يجمع فيه شمل مفوضيتنا إن شاء الله مفوضية السهل الغربي. وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، يسعدنا في هذا اليوم أن نحتفل بالذكرى 70 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا، وأحييكم بهذه المناسبة أكبر تحية لهذا الاحتفال الكبير لتحيي مفوضية السهل الغربي بأفواجها وفرقها في كل مكان من هذه المنطقة. ولعلي أستغل هذا الاحتفال لأعطيكم بعض الملاحظات على القائد المؤسس لكشاف ليبيا الأستاذ علي خليفة الزايدي. ولد من أبوين ليبيين بمدينة الخمص في ليبيا، ونشأ في بيروت حيث هاجرت أسرته هرب من ظلم المستعمر الإيطالي في ذاك الوقت. انتسب إلى جمعية الكشاف المسلم عام 1927، وبدأ بيتدرج في رتبة كشفية بسرعة ومقدرة إلى أن أصبح مفتش عام لكافة فروع الجمعية في لبنان. أقام سنة 1938 على هضبات الويصات صوفر في لبنان أكبر مخيم صيفي شهادات البلاد العربية، وظل يقود هذه المخيمات الصيفية حتى عام 1952. مثل كشاف لبنان وفي كثير من المناسبات الكشفية الدولية. عاد إلى وطنه الأول في ليبيا عام 54،
وكله تصميم لتأسيس الحركة الكشفية الناجحة في تلك الربوع، وأسس أول فرقة كشفية هنا في طرابلس الغرب، وظل يتابع جهوده لأن انتشرت الحركة الكشفية وازدهرت. انتخب عام 1958 قائد عام لكشاف ليبيا، وبقى في منصبه إلى آخر يوم من حياته المليئة بالنشاط والعمل. نال الأوسمة التالية وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، نشان الاستقلال عظيم الشام من الطبقة الثانية مرة صيعة، وسام الريب البرونزي أرفع وسام كشفي عالمي، وسام الصليب الفضي يوناني، وسام الصقر الفضي أرفع وسام كشفي في جمهورية مصر العربية. قلادة الكشاف العربي أرفع أوسمة المكتب الكشفي العربي. وسام الأرس الوطني من رتبة ضابط، وهو آخر وسام تقلده الفقيد للحكومة اللبنانية قبل وفاته بليبيا. أشكركم مرة ثانية ونتمنى النجاح دائما وإحياء هذه المناسبات العزيزة على أنفسنا في ليبيا. شكرا لكم.